مباراة. كابتن انت مدرب، وهل الامور النفسيه وما يحدث للنصر سببها اليوم الخساره، سبب رئيسي في الخساره؟ انا اتوقع اللي تشوف كي تشوف النصر الحاله الذهنيه نتاع اللاعبين من النرفزه في المباريات الماضيه، من استقاله المدير التنفيذي للفريق، خروج لاعب ويصرح بطريقه معناها كانت مجانبها معناها الصواب على اللاعبين الاجانب، هذا الكل نحس ياثر على التركيز الذهني، تحس على ياثر على العلاقه بين اللاعبين. نحس اللي انا طبعا احنا كنا بعاد، لكن انا نحس اللي غرفه اللبس في النصر تحسها فيها شويه بعض المشاكل بين اللاعبين. صحيح. طيب علي، بطبيعه الحال هذا ياثر في المباراه في المباريات مع توالي الهزائم، هذا الكل يزيد يفاقم المشاكل هذه كلها.